في أول تعليق للحكومة المغربية حول محاولة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدي شمالي البلاد، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الوزير مصطفى بيتاس أن الحكومة تأسف لعمليات تحريض الشباب على الهجرة غير النظامية عبر منصات التواصل الاجتماعي من طرف جهات غير معروفة، وأكد على تقديم 152 شخص أمام العدالة على خلفية التحريض على الهجرة غير القانونية. وأضاف الناطق باسم الحكومة أن ما يقارب من أو يقرب من 3000 شخص حاولوا الهجرة عبر باب سبتة في مدينة الفنيدق بطريقة غير قانونية، لكن السلطات المغربية تصدت للمحاولة وحالت دون تسجيل أي حالة وفاة وسط المهاجرين. من العاصمة المغربية الرباط ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيري. عادل، مرحبا بك. الدوافع الرئيسية وراء تحريض الأشخاص على الهجرة غير القانونية وآخر التحقيقات، والحكومة تتحدث عن محلون للعدالة. نعم، هذه القضية لا تزال في كل يوم تكشف عن ألغازها، بحيث أن الواقفين وراء عمليات التحريض المعطيات الأولية تشير إلى أنهم يرغبون في دفع الشباب المغربي نحو الهجرة غير القانونية. إذا الآن لا نعرف هل من المحاردين من كان يريد المشاركة في هذه العملية أو منهم من شارك، أو الأمر كما يتعلق وفق بعض تسريبات مصادر الحدث ربما قد تكون جهات خارجية يزعجها المسار الذي يذهب فيه المغرب وتريد أن تفرمله من خلال حرب سبرانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا أيضا تحدثت عنه طويلا الصحافة المغربية خلال الأيام الماضية. على المستوى الميداني، باب سبتة في مدينة الفنيدق عادت إلى هدوئها الاعتيادي وسط تواصل دعوات إلى محاولة جماعية للهجرة غير القانونية العلنية هذه المرة وليست السرية في ثاني الدعوات بتاريخ يوم 30 من سبتمبر الجاري. هذه الدعوات مستمرة خصوصا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي بضخ مجموعة من مقاطع الفيديو مع أغاني تتحدث عن الحجرة والإقصاء الاجتماعي وضرورة البحث عن بلد آخر للعيش. طبعا هذه الحملة فيها الكثير من التركيز على فئات اليافعين والمراهقين والقاصرين الذين يسهل بحسب بعض المراقبين زج بهم في مثل هذه المغامرات غير محمودة العواقب. على مستوى مدينة الفنيدق أيضا هنالك فرقة من إدارة الشرطة، وهي فرقة تسمى بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحسب مصادر الحدث، وهي فرقة من النخبة تقوم بتحقيقات لمعرفة هذا الملف بتفاصيله ميدانيا، وأيضا للتحقيق مع مجموعة من المسؤولين الميدانيين والإقليميين محليا على خلفية بعض الصور التي جرى تداولها، وفتحت النيابة العامة المغربية تحقيقا حولها فيما يتعلق بإمكان تعرض بعض القصر من المهاجرين غير القانونيين المغاربة لعمليات تعذيب أو شطط في استعمال القوة القانونية. طبعا في الجهات الأمنية لم يجر الإعلان إلى غاية الآن عن وجود إصابات، ولكن من المرجح أنها إصابات قليلة بين القوات الأمنية، فيما وسط الشباب القاصرين الذين قاموا بمحاولتين اثنتين وكانت الحدث شاهدة عليها، فإذا الآن لم تسجل أيضا أي إصابات بحسب المعطيات الرسمية. الحكومة المغربية في أول تعليق لها تتحدث عن تعامل تصفه بالمرن والرغبة في الحفاظ على هؤلاء الشباب، لأنهم في النهاية كما تقول بعض الجمعيات الحقوقية هم مستقبل هذا البلد. أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة المغربية، أصدرت أول بيان تتحدث عن تحقيق تقوم به في هذه العملية لمعرفة مدى احترام الأجهزة الأمنية للقوانين المؤطرة للتدخلات الميدانية. ميدانيا تابعنا طيلة تغطية هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ المغرب في طريقة محاولة الهجرة استخداما لشاحنة لضخ المياه من أجل تفريق الشباب، وأيضا استخدام بعض قنابل الغاز المسيل للدموع لتشتيت هؤلاء المتظاهرين، وأيضا التصدي بالواقيات
البيكسيغلاسية للحجارة التي كان يقذفها في اتجاهنا وفي اتجاه القوات الأمنية المغربية مئات من الشباب الذين كانوا في حالة غضب جماعي وفي حالة رغبة وإصرار على تنفيذ خطة، ولكن السلطات الأمنية كانت بالمرصاد كما تبعنا وباءت بالفشل. نعم. طيب، أيضا مسألة تعامل السلطات المغربية فيما يتعلق بتحسين ظروف الشباب، لأن مسألة الدوافع الحقيقية اليوم مرتبطة أكثر بالعامل الاقتصادي، صحيح؟ نعم، بالنسبة للفئة ما بعد العشرين، أي ما بعد المرحلة الجامعية، بالتأكيد هنالك ظاهرة البطالة التي سجلت ارتفاعا في المغرب ما فوق 10%، خصوصا ما بعد أزمة كورونا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية. هنالك أزمة بطالة حقيقية تعترف بها الحكومة المغربية، وهنالك دعوات من أحزاب المعارضة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير الشغل. طبعا هذه الأزمة هي موجودة وبنيوية، من حق من حقها أن يطالب الشغل، ولكن القاصرين واليافعين هم نتاج منظومة تعليمية يرى المراقبون أن فيها اختلالات، أن النموذج التعليمي المغربي لم يعد جاذبا، وأيضا هنالك اتهامات الأسرة المغربية التي لم تعد تتحمل مسؤوليتها في سياق ما بعد العولمة، وتأثير منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول الجميع. طفل عمره 10 سنوات يبدأ في استهلاك محتويات مختلفة، يبدأ في التفاعل. يعني من الصادم جدا أن يقول لي كمراسل ميداني طفل عمره ما بين 10 سنوات و15 سنة هذه البلاد لم تعطني أي شيء. طبعا هذا الكلام صادم وغير مقبول من طفل لا يزال من المفترض أن يكون مكانه في الدراسة. هنالك صدمة عبر عنها مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي على أن ما جرى هو صادم لكل المغاربة، ويحتاج إلى وقفة تأمل وإلى دراسة لمعرفة لماذا يغامر هؤلاء الشباب بهذه الطريقة. والآن نحن أمام استعراض عضلات حقيقي من فتية مكانهم الطبيعي إما المدارس أو الجامعات أو الكليات. طبعا التعليم المغربي باعتراف الجميع فيه اختلالات، فيه أخطاء، هنالك رغبة في التطوير، ولكن هنالك الآن من يتوقع أن تكون هذه الصدمة شادة لهمة السلطات المغربية للانتباه إلى هؤلاء اليافعين والقاصرين حتى لا تتكرر هذه المشاهد مستقبلا. شكرا جزيلا لك من العاصمة المغربية الرباط، مراسل الحدث عادل الزبيري.